اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الجلسه او بهذا الويبينار. عنوان هذه المحاضره راح تكون عن مؤشر ايشيموكو، المؤشر الياباني. معكم المحلل التقني جوزيف ظهريه من شركه تكمل. هذه الجلسه بالنسبه لي مهمه جدا، لانه على طول المؤشرات اليابانيه هي من المؤشرات اذا بتكون اللي بتكون بالطليعه. كلنا بنعرف انه حتى الرسوم البيانيه اللي هي بنستعمل فيها الشموع اليابانيه، من اسمها بنعرف انه الشموع اليابانيه هي الابرز او هي الافضل، غير عن اللاين شارت اذا بتكون، او رسوم بيانيه تابعه على الخطوط خلينا نقول، او البار شارت على سبيل المثال. انما الشموع اليابانيه هي الافضل لانه بنقدر ناخذ حتى منها اشارات بيع وشراء، وقف خساره معين، بنقدر نحدد فيها زخم الارتفاع او المومنتوم تبع السوق. فبهذه الجلسه اول شيء بدي ارحب فيكم، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه، نورتوا. بالنسبه لنا لكن هذه الجلسه مؤشر ايشيموكو، كثير من الاشخاص بجربوا انه يتداولوا عليها، بجربوا انه يعرضوها على الرسوم البيانيه، ولكن مش كل الاشخاص بيقدروا يفهموا هذه الهيكليه او كيف ممكن تكون فعاله او شغاله هذه اذا بتكون الانديكيتورز او المؤشرات. بكل بساطة رح نمر على الرسوم البيانية ورح نعرض زي ما بتكون انا وياكم الاشي موكيو انديكيتر، وخلينا نشوف سويا كيف ممكن يكون عم نستعمله. رح نمشي خطوة خطوة. الاشي موكيو انديكيتر في اذا بتكون بعض الامور اللي ممكن تضيع المستثمر او تضيع المضارب، ولكن دمج المؤشرات او دمج خليني اقول المتوسطات المتحركه مع خطوط الدعم المقاومه وبعض الارقام وهيكليه هذه المؤشرات، ممكن انه تعمل بعض خلينا نقول الترافيك مثل ما بيقولوا على رسم البياني. شو يعني؟ يعني لما نشهد نحن او لما ندخل شيء ممكن مؤشر شيء ممكن ونشوف على هذا الشكل خطوط طالعه ونازله وخطوط حمراء وخطوط خضراء وخطوط زرقاء وكثير من الامور ممكن انه نضيع. نمشي فيها خطوه خطوه، خلينا اعلمكم كيف ممكن نستفيد منها. بتوقع انه كل الاشخاص اللي موجودين اصلا معنا بهذه الجلسه هن اشخاص اوريدي تريدرز، هن متداولين، هن مضاربين بسوق الفوركس او باسواق المال، وعم بيجربوا انه ينبشوا على استراتيجيه تداول مميزه وغير استراتيجيه تداول. اهم ثلاث نقاط ممكن نتكلم عليها هي الاتجاه العام. انتم بتعرفوا كرمال لتقدر تتداول بدك تكون على يمين الاتجاه. شو يعني على يمين الاتجاه؟ يعني اذا في حال اتجاه عم صاعد بدك تجرب انك تلاقي نقاط وفرص دخول ب او ضمن هذا الاتجاه العام الصاعد. هيدي اولا الاتجاه او الترند. ثانيا بدنا نتكلم عن نقاط الدعم والمقاومه اللي هي ايضا مؤشر الشيء ممكن بيقدم لي اياه. اولا الترند او الاتجاه العام بقدم لي الشيء ممكن، ثانيا الشيء ممكن بتقدم لي نقاط دخول وخروج لانه بتكون عم تعطيني نقاط حساسه اني انا اختار انه ادخل عليها واخرج منها من الصفقات اللي عم بدخل فيها طبعا. والموضوع الاخر هي بتحدد لي اذا بدكم بعض الاختراقات او بعض نقاط الدعم او الاكتيفيشن او الكونفرميشن او بطريقه اخرى التاكيد على المركز او الصفقه اللي نحن عم ندخل فيها. خلينا نبتدي، رح افسر لكم كيف رح نبتدي بهذه الجلسه. اولا رح نبتدي ب اذا بدكم الكلاود. الكلاود يعني عم نتكلم على الغيم. شو يعني؟ يعني عم نتكلم على هذا الخط الاصفر اللي عم تشوفوا امامكم. هذا الخط الاصفر هلا رح اعلمه باللون الاحمر انا، اوكي؟ هذه الغيمه اللي هي معروضه على الاشي موكي، رح نكون نحن عم نغير لها لونها كرمال تكونوا عارفين انتم بهذا الرسم البياني اللي عم نحدده امامنا، اوكي؟ كيف ممكن تحددوا الغيمه او الخط اللي عم نتكلم عليه اقله، رح نكون عم نغير لونه او اقله رح نعرض شوي الخطوط كرمال تبين الصوره اوضح انه نحن عم نتكلم على هذه النقطه بالذات. يعني على سبيل المثال بدنا نبتدي نتكلم عن الغيمه اللي رح اعمله انه انا رح اضغط على الاشي موكي بروبرتيز. وطبعا مؤشر الاشي موكي قبل بدايه قبل ما نبتدي بهذه الجلسه، مؤشر الاشي موكي بتعرضوه من الانديكيتور ليست اللي هي باللون الاخضر، اوكي؟ بتضغطوا عليها وبتضغطوا فقط ايشيموكي، اوكي؟ او ترند ايشيموكي، اوكي؟ اوسييترز عفوا، وبتضغطوا على ايشيموكي. هلا انا موجوده عندي هون على الاعلى، ضغطنا على ايشيموكي. بكل بساطه بدايه راح اتكلم على الغيمه اللي تلقب بالكلاود او بالغيمه اللي هي عندها خط من فوق اللي هو يلقب بالسينكون سبان اي، بغض النظر عن الالقاب، بغض النظر عن الاسامي، وعندنا الخط الاخر اللي هو من تحت سينكون سبان بي. رح اعمل بروبرتيز اللي رح اعمله انه هلا رح خليني اذا بدكم ضوي اكثر على هذه الخطوط لتبين امامي اكثر، اوكي؟ بهذا الشكل عظيم. لكن اللي رح نتكلم عليه هي خطوط الدعم والمقاومه من قبل الايشيموكيو ومن قبل غيمه الايشيموكيو.
خلينا نبتدي. اسعار الذهب على راس المال اليومي وصلت الى القاع اللي هو قاع ال 1156، هذا هو القاع اللي تم تثبيته من قبل اسعار الذهب تقريبا باوغست 2018. من وراء تثبيت هذا القاع ابتدينا بالارتفاع، اول موجه اندفعنا فيها من مستوى 1156 سجلنا مستوى 1201، تمام؟ رجعنا دخلنا بمرحله افقيه، وهذه المرحله الافقيه مثل ما بنعرف نحن انه هي على طول بناخذها بموجات تصحيحيه او بالموجه رقم 2، بغض النظر عن موجات اليوت. اليوم رح نتكلم على شيء ممكن. الموضوع اللي بدي اتكلم عليه او حب انه اعرضه بهذه الجلسه هو كيفيه اذا بتكون مواجهه خطوط المقاومه والدعم من قبل الغيمه. عم بتلاحظوا هون الغيمه بهذا اللون الايشيموكي، وهذه الغيمه اللي عم بعلمها هلا باللون الاحمر بكل بساطه هي غيمه مايله على الاتجاه الهابط. ولما تكون عندي الكلاود او الغيمه مايله على الاتجاه عم هابط، يعني الضغوطات رح تجي او رح تاثر على السوق هو والسوق عم يرتفع، تمام؟ مثل ما عم نشهد هلا هون، هو والسوق وصل الى هذه الغيمه بكل بساطة على هذه النقطة، تمام بالضبط، واجهنا بعض الصعوبات لاختراق هذه المنطقة، فبكل بساطة هذه نقطة مقاومة. وإذا بنلاحظ أكثر وأكثر عند اختراق هذه الغيمة، ما في شك إنه إذا في حال السوق بده يرتفع الغيمة ما راح تمنعه، وأما إنما الغيمة راح تأثر ضغط سلبي وبعض الضغوطات إذا بتكون للسعر ضمن اول ملامسه او اول امتحان وثاني امتحان وثالث امتحان. ولكن لما السعر بده يخترق ما في شك انه لازم ياخذ مجراه ويخترق. ومن وراء اختراق هذه الغيمه رجع السعر انخفض بثلاث موجات تصحيحيه لاعاده امتحان الكلاود عن اول وجديد. فاصبحت الغيمه نقاط دعم او منطقه دعم انستد او من دون اذا بدكم يعني من دون ما تكون عم بتواجه اذا بدكم بعض الضغوطات السلبيه مثل ما شاهدناها قبل. هلا بكل بساطه اللي بتجرب اوضح لكم اياه، عم بتلاحظوا انه الغيمه في عده الوان لها. شو يعني؟ لما يكون الاتجاه عم هابط الغيمه عم بتكون بهذا اللون، ولما يكون الاتجاه عم صاعد الغيمه عم بتكون بهذا اللون. انا عم بحدد لكم اياها للكلاود، اوكي؟ الكلاود على ميله اليسار هي الغيمه اللي هي بالاتجاه العام الهابط اللي عم تاثر ضغوطات كمقاومه، والعكس صحيح الاتجاه العام الصاعد هذه الغيمه رح تكون نقاط دعم او منطقه دعم للسعر هو عم بيرتفع. فبتلاحظ انه الريتست او اعاده الامتحان للسعر هو عم بيرجع يرتد على الغيمه بهذا الشكل، عم بتلاحظ انه عم نواجه بعض نقاط الدعم، تمام؟ هذه نقاط الدعم للسوق ياخذ مجراه، فنحن كمضاربين بدنا ننتظر اعاده امتحان، طبعا بتحاليل اذا بدكم بسيطه هلا بنرجع بنشوفها بالنسبه للشيكو سبان وللمتوسطات المتحركه الاخرى اللي هي تتضمن اذا بدكم او ضمن الايشيموكي، ولكن هلا الغيمه هي رح تحدد لي نقاط دعم لانا ارجع اختار اتصيد نقطه دخول منها. هيدي بالنسبه للغيمه، تمام؟ هلا بكل بساطه رح نرجع ندخل ايضا على يعني على الباوربوينت سلايدز، او اذا بدكم على هذا الشكل نشوف اذا بدكم شو عارضين علينا بعض السيناريوهات المفترضه. هون عم بيقولوا لنا انه هذه الغيمه ممكن يكون عندي بوقت الحالي، وبما انه اصبح سوق الفوركس واسواق المال بشكل عام خطره، اوكي، او خطيره، وعم تتغير سيكولوجيه التداول، سايكولوجيكال بيهيفير، عم تتغير يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنه بعد سنه، وبما انه اصبح عندنا شيء يلقب بالفولس بريك اوتس او الاختراقات الخاطئه، اوكي، او الفولس اللي هي اذا بدكم منا جديه، بكل بساطه عم بيقولوا لي هون انه ممكن اذا بدكم نواجه بعض المقاومه على هذه المنطقه مثل ما عم تشوفوا هون، ارتفاع السعر بكل بساطه وصوله الى هذه الغيمه، واجهنا بعض نقاط المقاومه وثلاث شموع يابانيه ما قدرنا نخترق هذه الغيمه. اختراق هذه الغيمه، تمام، رح نرجع نحن كمضاربين ننتظر إعادة الامتحان. الريتست أو إعادة الامتحان هو شيء أساسي ومهم جدا بالنسبة لنا كمحللين تقنيين أو أيضا كمضاربين. إذا في حال السعر جرب يرتد رجع اخترق الغيمة بالاتجاه عام الهابط، يعني البريك أوت أو الاختراق كان اختراق وهمي. فبهذه الحالة ممكن، هون عم بحذرونا أنه ممكن الغيمة تكون مقاومة ولكن يتم اختراقه، ولكن إعادة إذا بدكم امتحان تكون فاشلة عن جديد. هذه نقطة مهمة جدا ما نتكلم عليها. هلا الأمور الأخرى اللي عم نجرب نتكلم عليها أو عم نجرب يوضحوا لنا إياها، وصول الغيمة إذا بدكم إلى مستويات مهمة جدا بالتحديد أو إذا بدكم كنقاط دعم، خلينا نسميها، ليكو هذا المثل.
كان السوق هون رجع ارتفع، عم بواجه بعض المقاومة على هذه النقاط. هذه أول نقطة مقاومة، هذه ثاني نقطة مقاومة، هون شهدنا الاختراق. أوكي، على هذا المربع بريك أوت، اختراق. من وراء البريك أوت عندنا شيء اسمه إعادة امتحان. لاحظتوا كيف إعادة الامتحان؟ السعر من وراء ما يخترق الغيمة رح يرجع يمتد أو يرجع يرتد على الغيمة نفسها ليرجع يتأكد أنه هذه المنطقة كانت منطقة مقاومة وأصبحت منطقة دعم ما قبل بداية الموج الاندفاعي باتجاه الصاعد. وأيضا على المدى الوسط للطويل ما في شك أنه فريق الدبب رح يرجع يجرب أنه يسيطر على الرسم البياني لإعادة امتحان الغيمة عن جديد ما قبل تكملة اتجاه الصاعد. كتير واضحة بالنسبة لي الغيمة. الشيء السهل واللي بيدعم إذا بتكون المضارب على أنه الإشي مكيف جاهزة، بمجرد ما ضغط كبسة واحدة وبزر واحد كل هذه الانديكيترز وكل هو التحاليل رح يجوا أمامنا ورح يكونوا واضحين بالنسبة لنا. هذه بالنسبة للغيمة. لاحظنا أنه عندي لونين، اللون للغيمة بالاتجاه العام الهابط اللي هي بتمثل نقاط ومنطقة مقاومة، والعكس صحيح بالاتجاه العام الصاعد اللي هي بتمثل نقاط دعم. هيدي بالنسبة للغيمة. هلأ اللي رح نعمله هو رح نعمل رايت كليك على الإشي موبي، نرجع نخفف الألوان لا هذه الغيمة لنرجع نتكلم على امور اخرى ونضويها بلون اذا بدكم اقوى. تمام، كل مرحله بمرحلتها من الاشي موكيو انا عم بعدل الالوان كرمال تكون ظاهره اكثر وتعرفوا انه هذه هي النقطه او هذه هي اذا بدكم الخطوط اللي عم نتكلم عليها. لكن الغيمه صارت بفتكر واضحه. بتمنى منكم انه ايضا يكون عندي بعض الاشخاص اذا في حال عندهم بعض الاسئله اذا بدكم او questions انا موجود للخدمه. وطبعا خلال هذه الجلسه ممكن انه تدخلوا وتكتبوا اذا بدكم بعض الاسئله اللي عندكم اياها كرمال نكون ماشيين خطوه خطوه بهذه الجلسه وتكونوا اذا بدكم متاكدين من كل خطوه عم تتعلموها من هذا الويبينار. الامور الاخرى، خلينا نتكلم شوي صغيره على الشيكو سبان. باللون الاخضر الشيكو سبان رح نعمل اذا بدكم هلا مثل ما اتفقنا عليه، رح نخلي الشيكو سبان يضوي اكثر. اوكي عظيم، شفتوا المتوسط المتحرك الاخضر او شفتوا هذا الخط الاخضر يلي هو تقريبا فينا نسميه متوسط متحرك as a moving average، فينا نسميه price action اللي هي خلينا نقول الشيكو سبان عم بيمثل السعر، يعني عم بيكون بيشبه السعر بالارتفاعات والانخفاضات تبعه خلال اذا بدكم هذا الارتفاع اللي عم تشهدوه امامكم. فبكل بساطه نحن لما نجي نتكلم على الشيكو سبان عم نتكلم على شيء يمثل السعر وبيشتغل بنفس الاتجاه. يعني بتلاحظوا انه اذا في حال السعر عم بيرتفع اوكي الشيكو سبان عم بيرتفع، اذا في حال السعر عم بينخفض اوكي الشيكو سبان عم بينخفض. ولكن بتلاحظوا انه الشيكو سبان على طول متاخر عن السعر، وبتلاحظوا انه رايح على ميلة اليسار اللي هو ذا ليفت. تمام، هلا بكل بساطه الشيكو سبان راح يكون عندي ارتفاع للسعر وارتفاع للشيكو سبان بنفس الوقت. عم بتلاحظوا انخفاض للسعر، تراجع للسعر وانخفاض للشيكو سبان والعكس صحيح. فالسعر والشيكو سبان بيمشوا سويا، ولكن الفرق بيناتهم هو انه خلينا نقول الشيكو سبان مؤخر، ولانه الهيكليه او ارقام الشيكو سبان بتقول انه اخروه تقريبا 25 نهار. 25 نهار شو يعني؟ يعني عم نتكلم نحن على 25 نهار مقابل السعر اللي عم نتداول فيه الان او بهذه الجلسه. اذا كنا على رسم بيان اليومي بنعد 25 شمعة لورا بنكون وصلنا للشيكو سبان نفسه. تمام، هلا في بعض الاشخاص بعدلوه ل 9 ايام او ل 26 نهار، وبالنسبه للشيكو سبان بيقولوا انه نحن ممكن نعدل الشيكو سبان انه يقرب شوي على السعر او يبعد شوي عن السعر. انا بالنسبه لي واستراتيجيه التداول تبعي بتقول انه لازم نضلنا بنفس الاتجاه او بنفس الارقام اللي موجوده عندي من قبل الاشي موكي او الانديكيتر نفسه على الام تي 4 او منصه التداول. هلا بالنسبه للشيكو سبان كيف ممكن نستعمله؟ كيف ممكن ناخده بعين الاعتبار لنقدر ناخد نقاط دخول وخروج منه أو نحدد اتجاه عام؟ تحديد الاتجاه العام أو الترند من خلال الشيكو سبان اللي رح نكون عم نحدده. هذا المتوسط المتحرك أو هذا الرسم البياني أو اللاين شارت، الرسم الخطي اللي عم نشهده أمامنا، بكل بساطة ممكن نقارنه مع اختراق السعر. اختراق السعر يعني اختراق الشموع الياباني. شو يعني؟ يعني لما الشيكو سبان يكون فوق السعر، يعني عم يتداول على يسار السعر او فوق السعر،
يعني نحن باتجاه عام صاعد، ترند اب. ولما يكون الشيكو سبان تحت السعر او يتم اختراق السعر، اوكي، يعني نحن باتجاه عام هابط. تمام، هذا بالنسبه للشيكو سبان الاخضر. يعني عم نتكلم، خلينا ناخذ اتجاه عام هابط، بنرجع لاسعار الذهب شوي صغيره لورا، اوكي، وبنلاحظ انه لما كان السعر الذهب عم ينخفض، جولد برايسز كانوا عم ينخفضوا من مستويات ال 1300 دولار $1300 ان اونس، لا وصولا الى مستوى ال 1155 دولار $1155 ان اونس، كان عندي تشيكو سبان تحت السعر، او تشيكو سبان كان عم بيتداول اندر ذا كاندلز او بنيت ذا كاندلز. فعم نلاحظ انه نحن هون عندنا انخفاض او اتجاه عام هابط، ترند از داون، اوكي، طالما شيكو سبان تحت السعر. وشيكو سبان لاحظته انه عم بيتداول هون بهذه الحاله تحت الشموع اليابانيه اللي هي تحت السعر نفسه، تمام؟ يعني اتجاه عام هابط. الاختراق وين حصل؟ لما شيكو سبان اخترق السعر على هذه المنطقه، هذه المنطقة اللي هي منطقة الاختراق. هون في عندي change in trend. شو يعني change in trend؟ يعني تغيير بالاتجاه. كان الشيكو سبان باتجاه عام هابط وأصبحنا باتجاه عام صاعد. وإنما change in trend، هل يا ترى هي it's an opportunity أو فرصة للشراء؟ طبعا لا. أنتم بتعرفوا من وراء downward trend أو من وراء اتجاه عام هابط ممكن يدخل بسايدويز موفمنت before the change in trend. السايدويز موفمنت أو المرحلة الأفقية بامتياز ما قبل تغيير الاتجاه. فبكل بساطة هذه المرحلة هي its hold position أو مرحلة بينتظر فيها المضارب فرصة الدخول. فرصة الدخول هي اختراق الغيمة. اختراق الغيمة يعني breaking the cloud. يعني بننتظر لاختراق للسعر يخترق الغيمة. وين بيخترق الغيمة؟ عند هذه المنطقة. ليكو هذه الشمعة، هذه الشمعة اللي حددناها هي شمعة الاختراق. يعني من وراء ما الشيكو سبان أو الخط الأخضر اخترق السعر على هذه المنطقة، انتظرنا اختراق للغيمة على هذه المنطقة، وهون كانت نقطة الدخول. هلأ معظم الأشخاص ممكن يكونوا من الريسك سيكرز او من الاشخاص اللي بيحبوا يدخلوا بالمخاطر، فممكن ينتظروا اعاده امتحان او ريتست. ريتست لما البرايسز او الاسعار يرجعوا يمتحنوا هذه الغيمه على هذه النقطه بالضبط. 3 كوركتيف ويفز، ريتست للكلاود بيفور ذا امبلسيف ويف او بيفور الموجه او ما قبل الموجه الاندفاعيه المترقبه او المتوقعه. هيدا بالنسبه للشيكو سبان. بالوقت الحالي الشيكو سبان عم بيتداول تحت، الشيكو سبان عم بيتداول تحت السعر، اوكي. بتمنى منكم اذا حدا عنده اي سؤال ما تترددوا، اوكي، كرمال نكون اب تو ديتد معكم وبهذه الجلسه. ما تترددوا، اكتبوا بالكويشنز وانا موجود اذا بدكم الخدمه، وكرمال نجاوب على الاسئله. عظيم تشات، معقول نحن بالتشات؟ اوكي، لا عظيم، بيرفكت. خلينا نكفي بالنسبه للشيكو سبان. لكن هلا بالوقت الحالي رح نمر على معظم الازواج الرئيسيه وايضا العملات الرئيسيه اللي موجوده عندنا على منصه التداول، ورح نعرض فيها شيء موكي انديكيتور كرمال نشوف كيف ممكن نستفيد منها، ان كان على اليورو دولار، على اسعار الذهب، كوموديتي كارنسي، اوزي دولار، استرالي دولار، عم نحكي على الكرود اويل. كرود اويل ممكن نستعمل ايضا الاشي موكي، ولكن lower time frames، لانه كرود اويل بيتحرك بشكل سريع او الفلكتويشنز تبعه او التقلبات تبعه تتحرك بشكل سريع، فممكن انه ننتظر نحن بعض الاختراقات من الغيمه ومن الشيكو سبان على الاويل، ولكن بتايم فريم 1 اور او 30 minutes، خلينا نسميها سكالبينج. هلا بالنسبه للشيكو سبان عم بتلاحظوا انه عندي بعض اذا بدكم الاختراقات للشيكو سبان هون، وعم نتداول تحت السعر، وايضا اسعار الذهب بالوقت الحالي عم تتداول ضمن او جوات الغيمه. شو يعني؟ ما عم نتداول فوق الغيمه، ما عم نتداول تحت الغيمه، عم نتداول بقلب الغيمه، تمام؟ والشيكو سبان الاخضر تحت السعر، هيدا بيعني انه نحن بهولد بوزيشن على اسعار الذهب، وبوسيبل سيناريو هي تكون نيجاتيف سيناريو. ليش؟ لانه بطل عندي سبورت اريا، بطل عندي نقطه دعم. هذه المنطقه اللي هي منطقه الغيمه هي اتس سبورت اريا،
هذه المنطقه هي سبورت اريا. ففي حال احنا عم نتداول بقرب منطقه الدعم، يعني عندي بعض الخطوره للاختراق بالاتجاه الهابط. فبهذه الحاله نحن هلا على اسعار الذهب، منحبذ او منحيز السيناريو الهابط بالمراحل القادمه in the coming sessions. اوكي عظيم. لكن الشيكو سبان اللي كنا بدنا نتكلم عليه، اوكي، بكل بساطه ممكن نبتدي فيه بهذا الشكل. هون التنكن سان رح نتكلم عليه، تنكن سان والاختراقات. اوكي سينكن سبان هون الغيمي، هون عم نتكلم على اختراقات المتوسطات المتحركه، وايضا رح نكون عم نتكلم على شيكو لاين. اوكي عظيم. شيكو سبان بكل بساطه ذا اوفرول سترينث، اوكي، هي وقت الشيكو سبان يكون عم بيتداول تحت السعر مثل ما عم تشوفوا امامكم. هون عم بيتداول تحت السعر، يعني عم نشوف اذا بدكم السيلرز هون او فريق الدبب هو اللي مسيطر على السعر. بتلاحظ انه عندي اتجاه عام هابط، وعند اختراق الشيكو سبان فوق السعر بتلاحظ انه عندي ابورد ترند او العكس صحيح او الاتجاه المعاكس. فبكل بساطه هذه المناطق وهذا الخط رئيسي بحدد لي الاتجاه العام للسعر. بدي اتكلم شوي صغيره عن هلا الامور الاخرى، وبدي اتكلم شوي صغيره عن اوكي اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه، نورتوا الجلسه. هل شيكو سبان لا يعيد الرسم نفسه؟ اوكي استاذ ياسين كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. شو قصدك انه شيكو سبان لا يعيد رسم نفسه؟ يعني انت يعني الشيكو سبان هو بكل بساطه بيلحق السعر، يعني عند ارتفاع السعر، عند تسجيل شمعه ارتفاع، بنلاحظ انه شيكو سبان ارتفع. الشيكو سبان بيشتغل على اغلاق الشموع، شو يعني؟ لانه هو لاين شارت، هو رسم خطي، ولما يكون عندي رسم خطي بالشيكو سبان بكل بساطة عند الكلوزينجز تبع الكاندل أو عند إغلاق كل شمعة، بنلاحظ إنه الشيكو سبان يا أما ارتفع يا أما انخفض. فبهذه الحالة نحن ننتظر إغلاقات، وكل إغلاق أوكي بتلاحظوا، خلينا ناخذ هذا المثل بكل بساطة. عم بتلاحظوا هذا الانخفاض اللي عم نشهده على اليورو دولار، هذا زوج اليورو دولار، هذا الانخفاض هو بكل بساطة هذا الانخفاض، وهذا الارتفاع رح نحدده هلأ هو بكل بساطة هذا الارتفاع، تمام؟ فالشيكو سبان رح يشتغل بنفس الطريقه مثل السعر، ورح يرسم نفسه مثل الشموع اليابانيه او مثل رسم بياني او الخطي. يعني اذا نحن بنلغي الشموع اليابانيه وبنحط لاين شارت على رسم بياني، اوكي، ليكو شو ممكن يصير. اذا انا بغير الكاندل ستيكس وبحط لاين شارت رح لاحظ انه الشيكو سبان نفس اللاين شارت. ليكو شو عم بيصير، الشيكو سبان واللاين شارت هو نفس الشكل. بنلاحظ انه اللاين شارت والسعر انخفض، وهذا الشيكو سبان انخفض، ليكو الارتفاع، تمام، نفس الشكل. فعم بقول لك انه الشيكو سبان رح ينرسم كانك انت عم تدمج اللاين شارت مع الكاندل ستيكس، لاين شارت مع الكاندل ستيكس، ولكن اللاين شارت على اليسار، اوكي، راح يكون مأخر شوي صغيرة عن الشموع اليابانية. بهذه الحالة ممكن ننتظر اختراقات التفاف إذا بتكون غير منتظم من الشيكو سبان، ولكن راح نقدر ناخذ إشارات منها. من وراء ما نشرح هلا الشيء الآخر والأخير على الشيء الموكي، مؤشر الشيء الموكي اللي هو الخطوط الزرق والحمر، راح نرفع إذا بتكون عن جديد مؤشر الإشي موكي او مؤشر، خليني اقول الشيكو سبان، لانه انتهينا منه بهذه الحاله، انتهينا منه. هلا رح نعمل، رح نضوي على الخطوط الاخرى يلي هي خطوط الكينجن سان والتينكن سان، رح نخليهم يضووا اكثر لانه رح نكون عم نشرح عليهم، بينوا امامنا. الكينجن سان والتينكن سان يلي هن الخطوط اللي هن تابعين للموفينج افريجز، خلينا نقول، او خطوط ايضا ممكن ننتظر او ناخذ اشاره منهم. كيف ممكن نستفيد من ثالث مؤشر؟ هذا ثالث مؤشر ضمن الايشيموكيو. عم تلاحظوا مؤشر الايشيموكيو او هذا الانديكيتر قديش مهم؟ عنده ثلاثه سيجنالز، سيجنال نقطه الغيمه، نقطه الشيكو سبان او الاختراق، ونقطه ايضا المتوسطات المتحركه اللي بناخذ ايضا التفافه مع بعضها البعض. كثير من الاشخاص وكثير من المضاربين بيعرضوا متوسطات متحركه، موفينج افريجز، خلينا نحط اليورو دولار، خلينا نحط رسم بياني اليومي،
ممكن ندخل موفينج افريج او متوسط متحرك ليتس سي 13 13 رقم 13 باللون الاحمر، وممكن ندخل متوسط متحرك اخر اكبر من ال 13 اللي هو 45 باللون الازرق. اصبح عندي متوسطين متحركين على رسم البياني. طب اذا في حال انا بكل بساطه عم استعمل تو موفينج افريجز على رسم البياني او على هذا الشارت، ممكن ننتظر اختراق هذه المتوسطات المتحركه لاخذ بعض الاشارات منها. شو يعني؟ يعني نحن اذا في حال عم ننتظر على سبيل المثال اختراق المتوسط المتحرك الاحمر مع الازرق بالاتجاه العام الهابط على سبيل المثال بهذه النقطه، اوكي، عم نلاحظ انه الاتجاه السعر هو اتجاه عام هابط، اوكي، ترند از داون او اتجاه عام هابط. وايضا اختراق المتوسط المتحرك الاحمر اللي هو الاصغر فوق الازرق بالاتجاه العام الصاعد مثل هذه النقطه، عم نطلع وعم نرجع نتاكد انه الاتجاه العام هابط. بالعكس صحيح، ايضا اتجاه عام هابط عم نلاحظ انه الاحمر تحت الازرق. فبكل بساطه من المتوقع اذا في حال الموفينج افرجز او المتوسطات المتحركه عم ننتظر التفافها مع بعضها البعض، التفاف المتوسطات المتحركه مع بعضها البعض، هذا بيعني انه ممكن يكون عندي اشارات من الايشيموكي بالكينجونسان والتينكانسان. هذا بدل اذا المتوسط المتحرك الاحمر فوق الازرق على يسار الازرق وفوق الازرق، يعني اتجاه عام صاعد. ترند از اب، لانه ليش؟ عم تلاحظوا بهذه النقطه هون عندي المتوسط المتحرك الاحمر فوق الازرق. والعكس صحيح، اذا بتلاحظوا اذا بنرجع لورا بنلاحظ بالاتجاه العام الهابط او بالداونورد ترند، رح نلاحظ انه المتوسط المتحرك الاحمر تحت الازرق والازرق فوقه. فبكل بساطة عندي التفاف مع هذه المتوسطات المتحركة مع بعضها البعض، وبكل بساطة هذه أول إشارة ممكن ناخذها من المتوسطات المتحركة اللي هي crossing، أوكي، أو الالتفاف مع بعضها البعض. ثاني إشارة ممكن ناخذها هي خطوط الدعم والمقاومة اللي بتقدم لي إياها من خلال الرسم البياني نفسه. بكل متوسط متحرك أنتم بتعرفوا moving averages بيعطوني نقاط دعم ومقاومة supports and resistance. بتلاحظوا إنه هلأ أسعار الذهب هديت على الخط الاحمر او المتوسط المتحرك الاحمر مثل ما عم تشوفوا بهذه النقطه. خلينا نعمل زوم ان شوي لجوا، عفوا، بهذا الشكل، وعم بتلاحظوا انه الشموع اليابانيه وصلت الى هذه النقطه الدعم وارتدت منها. اذا في حال وصلت لنقاط اذا بدكم المقاومه اللي هو هذا الخط الازرق، ممكن تكون عندي فرصه بيع. وصول الى هذه النقطه بالضبط الشموع اليابانيه ممكن تعطيه نقطه بيع. فبكل بساطه المتوسطات المتحركه ممكن تشتغل ايضا كخطوط دعم ومقاومه واخذها بعين الاعتبار، لا ايضا كسبورتس اند ريزيستنسز. ريكاب اعاده هيكليه كل هذه الجلسه وكل هذا الويبينار بشكل شوي سريع وبشكل دقيق. المتوسطات المتحركة اللي هي الكينجون سن والتنكن سن رح ننتظر التفافها مع بعضها البعض لما يكون الأحمر فوق الأزرق، يعني اتجاه عام صاعد. هيدي أول إشارة شراء. خلينا ناخذ بعين الاعتبار نحن بدنا فرصة دخول للشراء. We are looking, we are seeking a buying opportunity, we are seeking to go or to enter long positions. نحن في انتظار الدخول بمراكز شراء. أول إشارة ننتظر اذا في حال الرسم البياني عم بيعطيني المتوسط المتحرك الاحمر فوق الازرق، هيدي اول اشاره ايجابيه، It's a positive signal. لما يكون الشيكو سبان بالاتجاه العام الصاعد وايضا على يسار السعر او فوق السعر، هذا ايضا اشاره شراء. اول positive signal هي شيكو سبان فوق السعر، بوزيتيف سيجنال، اشاره صعود، تمام؟ خلينا نعملها بهذه الطريقه، اشاره صعود اب. عندي الكينجون سان والتنكن سان الاتجاه العام الصاعد، من الواضح ان المتوسط المتحرك الاحمر فوق الازرق، ايضا اتس بوزيتيف سيجنال، اتجاه عام صاعد. ثالث نقطه هي الغيمه. هي الغيمة باتجاه عام صاعد وهي نقطة دعم بهذه الحالة، لأنه لونها والاتجاه تبعها صاعد، ولكن لما يكون السعر عم يتداول بقلبها، يعني هذا it's a hold position، فعندي أنا hold position.
من لا هابط ولا صاعد. هل يا ترى أنت هون بتفضل دخول مراكز شراء على أسعار الذهب؟ نعم، على رسم بياني يومي الإيشيموكيو أو مؤشر الإيشيموكيو عطاني اثنين أب، إشارتين للصعود وإشارة هولد ستيل أو ما عندي أي إشارة. فبكل بساطة هي إشارة إيجابية. أنا بالنسبة لي من الأفضل للدخول بصفقة شراء أما بيع يكون عندي ثلاث إشارات شراء أما ثلاث إشارات بيع. بهذه الحالة ممكن يكون عندي فرصة دخول. هون عم نطلع على الترند العام. هلأ بدنا نجرب نحلل مين ممكن يساعدني. أحد الأشخاص اللي موجودة معنا هلأ بهذه الجلسة ممكن تساعدوني وتقولوا لي أسعار الذهب بالوقت الحالي، يعني على الرسم بياني أو على النقاط الحالية كيف ممكن ناخذها، هل يا ترى هي بيع أو شراء؟ إذا بدنا ننظر لشيكو سبان عم بيتداول تحت السعر المتوسط المتحرك الأخضر مثل ما عم بتشوفوه، هذا المتوسط المتحرك الأخضر عم بتشوفوه هون عم بيتداول هلأ تحت السعر. عم نشوف اختراق للمتوسط المتحرك الأحمر والأزرق بالاتجاه العام الهابط. ثانيا، ثالثا السعر عم بيتداول ضمن الغيمة اللي هي الكلاود. شو ممكن يكون عندي إشارة؟ إذا في حال هلأ بدي فضل أنا أختار اتجاه على أسعار الذهب، شو هو الاتجاه اللي ممكن تختاره؟ ممكن أحد الأشخاص يكتب لي بالكومنتس أو بالكويستشنز. ممكن سال صحيح أستاذ سيف الدين، أهلا وسهلا فيك بهذه الجلسة. It's a sell position. صحيح، بكل بساطة تمام واضح. أوكي عظيم، لكن نحن عم ننتظر إشارات. أوكي عظيم أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك، اتجاه بيعي صح أستاذ سيف الدين. طبعا يعني بكل بساطة كل الأشخاص اللي جاوبونا مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. كل الأشخاص اللي جاوبونا عرفوا أنه نحن أسعار الذهب هلأ بالوقت الحالي عم ننظر أو عم نرجع نفكر نحن باتجاه عام هابط، لانه شيكو سبان تحت السعر، عندي اختراق للمتوسطات المتحركه للاحمر اخترق الازرق بالاتجاه العام الهابط، وعندي السعر عم يتداول جوات او بقلب هذه الخيمه. اتس سيل سيجنال. خلينا ناخذ رسم بياني اخر، يورو دولار. يورو دولار على فكره نحن كمضاربين مش من الضروره ان ندفع رسم بياني يومي واسبوعي، نحن ممكن ندفع رسم بياني ساعه، رسم بياني خلينا نقول نصف ساعه. بهذه الحاله ممكن نكون عم ناخذ اشارات واضحه وغير شكل بتعقد. خلينا ندخل للمضاربه، على المضاربه لليورو دولار. شو عندي على المضاربه؟ ما في شك انه نحن الشيكو سبان او الشيء ممكن مؤشر الشيء ممكن او هذا الانديكيتر من الافضل يكون عندي اتجاه عام واضح او ترند. اليورو دولار بالوقت الحالي عم ندخل ببعض التقلبات الخطره، ولكن ما في شك انه سوق الفوركس او اسواق المال بالوقت الحالي اصبحت صعبه شوي. ما في شك انه نحن عم نشهد بعض الفولاتيليتي والتقلبات الضخمه جدا. يورو دولار كبسه زر إيشيموكي اصبحت جاهزه، اصبحت جاهزه. نعمل زوم ان لوهله اولى. لوهله اولى بتشوفوا انه الرسوم البيانيه بطلت واضحه صح ولا لا؟ لو اهلي اولى بتنظروا للرسم البياني بتقولوا مستحيل اني انا اقدر احلل هذا الرسم البياني مع هذا المؤشر، ولكن ما راح نستسلم لانه نحن بهذه الجلسه ومن وراء هذه الجلسه اصبح عندنا علم بهيكليه الاشي مقيم وكيفيه تحديد الاتجاه القادم من وراء الاشي مقيم. نعمل زوم ان يا جماعه ما تخافوا، نعمل زوم ان على زوج اليورو دولار. بكل بساطة الاشي مكيو عم بيقول لي شيكو سبان عم بيتداول فوق السعر، هذه أول نقطة إيجابية لليورو دولار. عند المتوسط المتحرك الأحمر عم بيتداول فوق الأزرق، وهذه ثاني نقطة إيجابية لزوج اليورو دولار. وعم نتداول فوق الغيمة، هذه نقطة إيجابية لزوج اليورو دولار. عند ثلاث نقاط إيجابية لزوج اليورو دولار، تمام، يعني أنا شايف اتجاه عم صاعد. هل يا ترى رأيي الشخصي شايف اليورو أب أو داون؟ شايفه اتجاه عم صاعد ولا هابط؟ هل يا ترى بتوصل بالإشي موكي؟ نعم بوصل بالإشي موكي، ولكن وين نقطة دخولي؟ هذا هو السؤال. تمام؟ شو رأيكم بهذا الموضوع؟ شو رأيكم بهذا الموضوع؟ إذا في حال نحن هلأ بدنا نشوف اليورو دولار، تمام؟
بدنا نشوف اليورو دولار. قرار بنك ابو ظبي استاذ احمد، هلا بنتكلم شوي صغيره على اسعار النفط، هلا بنتكلم شوي على اسعار النفط. اوكي استاذ ياسين، شو هالخطه؟ عظيم، لكن هذا المطلوب، هذا المطلوب. شو في حال انا بالنسبه لإلي لما اكون بكافي شوب او قاعد بمقهى حاطط فنجان قهوه وحاطط رسوم بيانيه، كل ما تكون الرسوم البيانيه معقده اكثر ومش كل الاشخاص قادرين انه يفهموا شو عم بشوفوا، بحس انه افضل نفسيتي بتصير اذا بدكم هيك، حس انه انا بعرف شيء غيري ما بيعرفه. تمام، فمش هيك الاشي مكيو على طول بحب انه اعرضه على رسم بيت. على كل الاحوال هلا شو هدفنا نحن بهذه الجلسه؟ هل يا ترى مين ممكن يفيدني ايضا؟ استاذ ياسين، استاذ احمد، سيف الدين، كل الاشخاص الموجودين معنا بهذه الجلسه بدي مشاركه اكثر. وين نقطه دخولنا؟ وين برايكم ممكن نقطه دخولنا تكون على الاشي مكيو او من خلال هذا المؤشر؟ اذا في حال نحن متاكدين على انه اليورو دولار، اليورو دولار باتجاه عم صاعد، لانه ثلاث مؤشرات اعطتنا اتجاه عم صاعد، وين نقطه دخولنا برايكم؟ هل يا ترى نقطه دخولنا على المتوسط المتحرك الازرق عند ارتداد السعر له بندخل مركز شراء، او بننتظر انه الشيكو سبان الاخضر يرجع يرتد ويتلامس مع السعر لنرجع نشهد ارتفاع له واشاره شراء، او بننتظر السعر ليرتد وصولا الى الغيمه اللي هي نقطة دعم رئيسية وممكن من خلالها أو من هذه المنطقة نرجع ننتظر إشارة انعكاسية لنتصيد فرصة شراء؟ شو رأيكم؟ بدي أجوبة، بدي أجوبة، ما حدا يتردد، بدي أجوبة. يعني إذا في حال نحن بدنا ندخل بمراكز شراء، عم نحن ننتظر مراكز شراء لليورو دولار وتأكدنا أنه الإشارات هي إشارات إيجابية، تمام؟ بدي نقطة دخول، وين نقطة دخولنا ممكن تكون؟ ما حدا عنده جواب، ما حدا عنده جواب. اوكي عظيم، نقطة دخولنا هي على الغيمة يا جماعة، نقطة دخولنا هي على نقطة المقاومة. ليش؟ السعر هون ابتعد شوي عن نقطة دخولنا. نحن عرفنا انه اليورو دولار باتجاه عم صعد على رسم بين الاربع ساعات 4 hours chart، تمام؟ فور اور تشارت او هذا التايم فريم اذا في حال بدنا ندخل منا مضاربه وانما استثمار. ليش استثمار؟ انتم بتعرفوا من رسم بين الاربع ساعات وما فوق نحن بننتظر انه ندخل بفرصه استثمار، وانما رح ننتظرها نهار واثنين وثلاثه، ليس اسبوع واسبوعين وشهر، لا، ولكن ليس ساعه واثنين وثلاثه. رسم بين الاربع ساعات او تايم فريم الفور اورز رح يعطيني نقطه دخول، وانما انتظار اقله نهار كامل. ارتداد السعر للغيمة هي نقطة دخولي، أو هذه المستويات هي مستويات شراء. فبكل بساطة إذا في حال أنا حافظت على شيكو سبان بالمنطقة الإيجابية وبالمتوسطات المتحركة بالمنطقة الإيجابية واليورو ارتد بشمعة انعكاسية لإعادة امتحان أو ريتس لهذه المنطقة، رح أرجع أشهد إشارة انعكاسية ونقطة دخول مميزة لنرتفع. فبكل بساطة نقطة دخولنا هي عند الغيمة اللي هي طبعا رح تكون إذا بدكم إشارة واضحة، وأيضا بدمج موجات إليوت، بدمج يا جماعة موجات إليوت مع موفينج أفريج. اوكي ننتظر يسعى ولامس الخط الازرق لشراء. اوكي خط الازرق، اوكي اوكي استاذ ياسين، اوكي مش غلط، مش غلط. يعني ممكن، يعني انتم اجوبتكم بتقول انه ممكن يكون عندي اذا بدكم ارتداد للخط الازرق ويصحح نفسه، تمام. اوكي عظيم، الخط الازرق هو اول نقطه دعم، ما في شك انه هذه نقطه دعم. يعني إذا في حال أنت عم تنتظر ارتداد وعم تنتظر نقاط دعم رئيسية، على طول بتلاحظ أنه بسوق الفوركس أو بأسواق المال بشكل عام بيكون عندي R1 R2 R3، يعني resistance 1 resistance 2 resistance 3، يعني عندي مقاومة رقم 1 رقم 2 رقم 3 نقطة دعم رقم 1 2 3. فالخط الأزرق هو أول جواب صحيح، منه خطأ، ولكن منه النقطة الأنسب أو النقطة الذهبية للشراء. يعني هذه النقطة ما نقطة ذهبية للشراء،
وانا ما انا برايي النقطه الذهبيه هي الغيمه. على رسم بيان الساعه، الاشي مقي والمدارة بافضل وافضل. بدكم تعرفوا انه انتم اذا في حال بدكم تضاربوا او تدخلوا بمراكز بيع على اليورو دولار، في حال حبيتوا او سمعتوا انه احد الاشخاص قال لكم انه والله اليورو دولار راح ينخفض كثير، طب وين نقطه دخولنا؟ بكل بساطة وبكبسة زر بدخل الاشي موكي، شوف الاشي موكي على رسم بين الساعة عم يتداول فوق الغيمة، ليش ممكن ادخل بمركز بيع؟ ما في سبب، ما في سبب بخليني ادخل بمركز بيع طالما اليورو دولار عم يتداول فوق الغيمة. يعني من المفروض انه هذه المنطقة باجمعها لو نحن دارسين الاشي موكي من قبل ما حدا منا دخل مركز بيع على اليورو دولار، لان اليورو دولار ما تداول تحت الغيمة. اول ما اليورو دولار يخترق الغيمة ويعمل شيء اسمه إعادة امتحان ريتست، هون ندخل مراكز بيع. فما عندنا مركز بيع، ما عندنا ضغوطات سلبية، بالعكس عندنا إيجابية، عندنا ضغوطات إيجابية، عندي خطوط دعم، عندي شيكوسبان ابتدى يدخل بالسعر، عندي التفاف المتوسطة المتحركة عم تلتف بشكل غير منتظم، فما عندي إشارة واضحة، وأيضا السعر عم يتداول فوق الغيمة، ما منبيع، تمام؟ ما منبيع. اليورو دولار هون بمنطقة شراء أكثر من منطقة بيع. كمضاربين، كمضاربين. أوكي أوكي عظيم. استاذ أحمد، استاذ أحمد، ماذا لو وصل للغيمة الأحمر اخترق الأزرق؟ أوكي، بكل بساطة إذا في حال، خليني أعطيك سيناريو مختلف عن السيناريو اللي أنت أعطيتني إياه. أنت أعطيتني سيناريو فقط للمتوسطات المتحركة، أنا بدي أعطيك سيناريو مختلف. السيناريو المختلف اللي بدي أقول لك إياه، ماذا لو تم اختراق الخط الأزرق ووصل إلى الغيمة، أو ماذا لو اخترق الغيمة؟ عندي نقطة مهمة جدا. الغيمة مثل ما قلت لكم أنا إنه إلها خطين، إلها خطين. شوفوا شو عم بصير، شوفوا هذه النقطة، نقطة مهمة جدا. ماذا لو اخترق اليورو دولار الخط الأزرق؟ أوكي، اخترق خط الأزرق ووصل إلى الغيمة واخترق الغيمة، هل يا ترى أنا وقف خسارتي وين؟ لازم اعرض واقف خسارتي تحت الغيمه، يعني على طول لازم اعطيه الغيمه كلها، تمام، كرمال لا يقدر يرتد السعر منها. هذه المنطقه باجمعها هي منطقه مقاومه ودعم، عفوا بهذه الحاله دعم، وليس اذا بدكم اول خط من الغيمه، يعني مش اول ما يلمس الغيمه هيدي نقطه الدعم. اذا في حال دخل داخل الغيمه خلص ممكن يدخل الغيمة ويشهد بعض الارتداد منها، فنحن وقف الخسارة أو الستوب لوس، ستوب لوس راح يكون تحت الغيمة، تمام؟ وعلى أمل أو نتوقع الارتداد بالاتجاه الصاعد، إذا في حال تم اختراق الستوب لوس نتوقع تكمل الاتجاه الهابط، ولكن إيشيموكي بتكون عطتني نقطة دخول مميزة. هلا اللي بيقدر يستعمل إيشيموكي بدقة أكثر، اللي بيقدر يستعمل إيشيموكي بدقة أكثر هو الشخص اللي بيدخل على الإيشيموكي على رسم بيان اليومي daily time frame، بياخذ البيج ترند، البيج بيكتشر، الصورة الأكبر، ومن ثم بيدخل على رسم بيان الأربع ساعات، ومن ثم بيدخل على رسم بيان الساعة، ومن ثم بيدخل على رسم بيان 30 دقيقة فقط كحد أقصى 30 دقيقة، وبجرب إنه ياخذ إشارات واضحة من السوق، تمام؟ هذا بالنسبة لمؤشر الإيشيموكي. بالنسبة لي بطل عندي أي شيء أضيفه لهذه الجلسة غير أنه تكلمنا على الغيمة، تكلمنا على الشيكو سبان، تكلمنا على المتوسطات المتحركة. إذا في حال أنت مضارب مصر على أنك أنت تقوم بتحاليل تقنية دقيقة أكثر وأكثر، شو في حال أنت عم تدمج فيبوناتشي أو خطوط الدعم والمقاومة مع شيء مهم، شو في حال عم نشتغل بهذا الشكل؟ هل يا ترى وصول اليورو دولار إلى خط المقاومة وبنفس الوقت إلى منطقة مقاومة الغيمة وأيضا إلى منطقة مقاومة المتوسط المتحرك الأزرق، طب هيدي نقطة بيع. فأنت ممكن تعدل الأدابتيشن، أهم شيء يا جماعة. شو يعني؟ يعني أنت بدك تتأقلم مع السوق، يعني أنت بدك تاخذ المؤشرات تجرب تعدلهم على طريقتك الخاصة ليكونوا يلائموا طريقة التداول اللي بتتداول فيها.
إذا في حال أنا شرحت لك عن إيشيموكي وهيكلية إيشيموكي وكيفية استعمال إيشيموكي، مش يعني أنت عملت الملايين، لا، يعني أنت لازم تعرف طريقة التداول تبعك، لازم تعرف خطوط الدعم المقاومي، نقاط الديماند والسبلاي أو عرض والطلب، لازم تعرف البرايس أكشن، لازم تعرف تستعمل شوية فيبوناتشي، لازم تعرض وتدمج معظم استراتيجيات التداول مع بعضها البعض كرمال تاخذ نقطة دخول مميزة. جاوبوني على هذا السؤال، جاوبوني على هذا السؤال، بدي لكم شيء بسيط جدا. اني انا اتداول بشكل يومي وادخل بمركز واثنين وثلاثة واربعة وخمسة خلال النهار لاني انا مضارب، اربح مركز او اثنين وثلاثة واربع مراكز، ولكن اخسر مركز واحد يخسرني كل الاموال اللي جنيتها من خلال المراكز السابقة، شو بكون عملت؟ ما بكون عملت شيء، بكون ربحت مركز واثنين وثلاثة وممكن اخسر غير واحد واثنين وثلاثة. المضاربة ليس لها استمرارية بالارباح وبجني الارباح. انما اذا في حال انا قمت بتحاليلي تقنية، تحاليل تقنية واقتصادية واساسية، وادمجت معظم المؤشرات مع بعضها البعض، واخذ معي الرسم البياني نهار واثنين وثلاثة واربعة واسبوع واسبوعين، وانا ما دخلت بصفقة او بمركز جولدن اوبورتيونيتي، صفقة ذهبية مميزة وجنيت منها 1000 و2000 و3000 و4000 دولار، ولو حتى انا اني اتمسكت بمركزي اسبوع واثنين وثلاثة وشهر وشهرين، وين المشكلة؟ طب اذا في حال انا عم بعمل، اذا في حال انا بخلال 4 او 5 شهور او خلال السنة كلها عملت 5000 دولار، 5000 دولار بتعرفوا شو يعني؟ يعني بالشهر عم تعمل اقل من 500 دولار. يعني بالنهار، خلينا نحسبها سوا، كالكوليتر كالكوليتر بدي احسبها. اذا في حال انا عم اقول لكم 5000 دولار سنويه قسم 12، يعني بالشهر عم نعمل 416 دولار. 416 دولار قسم 3 قسم 25 نهار تداول، يعني عم نعمل 16 دولار بالنهار. قادرين تعملوا 16 دولار ولا لا؟ إذا أنا ما عم بدخل بمركز عم بيعمل لي 16 دولار فقط بالنهار، يعني أنا ما عم بقدر أعرف أستثمر. فبكل بساطة اللي عم جرب أوصل لكم إياه، إنه أن تتدخل، أو خلينا نقول تدخل باستثمار واحد يكون مميز، أفضل من إنك تدخل بعشر استثمارات بالنهار. إنك تكون مستثمر ناجح أو انفستر ناجح أفضل من إنك تكون مضارب ناجح. المضارب الناجح الا ما يوقع نهار من الايام، الا ما يغدر السوق بنهار من الايام. على كل الاحوال، هذا اذا بدكم المؤشر الايشيموكي جيد جدا، وانا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بهذه الجلسات. وايضا ما تنسوا تتابعوا جلساتنا اليوميه والصباحيه على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك. اذا حدا عنده اي سؤال انا مستعد انه اجاوب. وطبعا هذه الجلسه قد انتهت عندي، كنا مرينا على هذا المؤشر بشكل عام، بتمنى تكونوا عم تستعملوه بالجلسات القادمه وبالتداول عندكم، وطبعا بشكل يومي ولو حتى بكبسه زر بشكل سريع. شوفوا الاشي مو كثير، اذا اعطيكم اشاره شراء، اشاره بيع، اي شيء من هذه الانواع قبل ما تدخلوا بصفقه او بمركز. ضلكم عم تتذكروني، اذا في حال دخلتوا الاشي مو كثير على رسم بين ساعه وعندكم اشاره ايجابيه بثلاث اشارات، ما تدخلوا بمراكز بيع ولو حتى انتم مصرين انه العمله او السلعه رح تنخفض او رح تهبط. تمام، بكل بساطه هذه الجلسه قد انتهت، انا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بهذه الجلسات حتى اليوميه، ومش بس اليوميه، بهذه الويبينارات. كان معكم المحلل التقني والمدرب المعتمد من شركه تكمل جزاف ظهريه، الى اللقاء.